احنا بنحل الان تدريبات على الجزء الخاص بالفطريات في الوحده الرابعه الباب الرابع فطر نقط من شعبه الفطريات التزاوجيه. خميره الجميع مع الشباب؟ لا طبعا لا طبعا الغراب عيش اسم الغراب دوت عفن بازيليا الخبز. الخميره زقية. أما فطر عفن الخبز هو من الفطريات الإيه؟ التزاوجية عفن الخبز. عفن الخبز ماشي، لكن عيش الغراب من البازيدية، الخميرة من الزقية، خميرة والبنسيليوم زقية. طيب جميع الكائنات الحية التي تحتوي على خيوط فطرية ما عدا عفن خبز خميرة بنسيليوم عيش غراب، اختار مين؟ ايوه ما فيهاش ها؟ خيوط فطرية يعني اسمه وحيد دوت الخلية، مين في دول وحيد الخلية؟ يبقى مين فيهم اسمه عديد دوت الخلية؟ عشر غراب. ده عديد الخلايا يا أحمد، وبالتالي عنده خيوط فطرية، لكن الوحيد الخلية فيهم هو الوحيد الخميرة الخميرة. طيب تنتمي الخميرة إلى مملكة إيه؟ الفطريات أكيد أكيد. العفن الأسود للخبز يسببه فطر بازيدي عديد الخلايا، تزوجي عديد الخلايا، زقي وحيد الخلية، زقي عديد الخلايا. التزاوجي عدد الخلايا. من الشكل المقابل ده واضح ان ده فطر مين؟ عارفه البنسيليوم، ده فطر البنسيليوم اللي هي الهيفا بتاعته مقسمة، يبقى زقي صح؟ بنسيليوم زقي صح. هو والخميرة خميرة وحيدة وهو عديد الخلايا، بنسيليوم عديد الخلايا. يدخل في تركيب الجدار الخلوي لهذا الكائن الفطر ده البكتين بكتين. طيب تكاثر هذا الفطر لا جنسيا بإيه؟ باسم دوت بالجراثيم. الجراثيم. جراثيم طيب تعال نروح لمملكة الحيوان. طبعا الحيوانات كمملكة هي المملكة الخامسة معانا بعد ما درسنا مملكة البدائيات والطلائعيات والفطريات والنبات. هيتضح من دراستنا ان مملكة الحيوان هي اكثر رقيا من باقي الممالك، هي الكائنات الاكثر رقيا من باقي الممالك وهي مملكة الحيوان، وهي كائنات حية حقيقية النواة وعديدة الخلايا. حقيقية النواة وعديدة الخلايا، لها القدرة على الحركة والتنقل من مكان لآخر، ولها القدرة على الاستجابة السريعة للمؤثرات الخارجية المحيطة بها، ومعظمها يتكاثر جنسيا. معظمها يتكاثر إيه؟ جنسيا، بعضها يتكاثر لا جنسيا، لكن معظمها يتكاثر جنسيا. طيب نسيب النشاط ده، بيقول لي اعمل فحص كده للإيه؟ للبكتيريا والفطريات بالميكروسكوب. طبعا ممكن نعمل الكلام ده عمليا، موضوع محتاج ميكروسكوب ومحتاج معمل، وممكن ندرس هذه الكائنات بشكل ايه. طيب في اسئله هنا جميله برضو في كتاب المدرسه ممكن نحاول اننا نفكر فيها. مثلا الاربعه دول، مثلا السؤال ده، الاربعه دول تبع انهي شعبه؟ الأربعة اللي في شكل دول. مستر وحضرتك تقريبا ما أخدناش مملكة الحيوانات. أنا عارف أنا عارف.
بس دول على الجزء اللي احنا خدناه في الطلائعيات، الثلاثه دول تبع الاوليات الحيوانيه لا ودي تبع انا قصدي على النبات. مش هو تبع احنا كده اخدنا مستر النبات؟ لا مملكه مملكة النبات، النبات احنا اخدناها. نراجع عليها. ماشي اخدناها، نعم تذكر نراجع عليها، مفيش مشاكل. تمام. تتذكر معايا دلوقتي مملكة النبات المملكة الرابعة معانا، وهي كائنات حقيقية النواة تتميز بجذور سيليلوزية فيها مادة السيليلوز، مادة السيلولوز، وتحتوي خلايا على مادة الكلوروفيل المادة الخضراء الموجودة في البلاستيدات الخضراء التي تقوم بعملية البناء الضوئي. معظمها يتكاثر جنسيا وبعضها يتكاثر لا جنسيا. النبات يقسم إلى ثلاث أقسام، أو تقدر تسميهم تحت مملكة، أو تقدر تسميهم تحت مملكة أو شعب. القسم الأول طحالب الراقية، وتشمل ثلاث انواع من الطحالب: الحمراء والبنيه والخضراء. الطحالب الحمراء زي البوليسيفونيا، الطحالب البنيه زي الفيوكس، الطحالب الخضراء زي كلاميدومونس وسبايروجايرا. الطحالب الراقيه ارقى طبعا من الايه، من الفطريات، احتواء على ماده ايه، البناء الضوئي، ماده الكلوروفيل. الرودوفايتا او الطحالب الحمراء اعشاب بحريه تتكون من خيوط متماسكه بغلاف هلامي، تحتوي هذه الخلايا على حاملات اصباغ حمراء بالاضافه للخضراء. من امثلتها طحلب البوليسيفونيا الذي يتواجد في مياه البحار والمحيطات هائما في المياه، ولا يوجد مثبتا في القاع، لا يثبت نفسه، يكون عائما في المياه. نفس الكلام طحالب البنيه، فيها صبغ بني، أصباغ بنية، حاملات أصباغ بنية. من أمثلتها تحلب الفيوكس، وهي أيضا خيوط بحرية مقسمة أو متفرعة، وهي بسيطة التركيب ولا تكون لها جذور أو سيقان أو أوراق. الطحالب الخضراء أو كلوروفايتا، سميت خضراء لاحتواء على المادة الخضراء اللي هي الكلوروفيل، وتحتوي على البلاستيدات الخضراء. نلاحظ ان بيميزها هي وجود بلاستيدات خضراء، عشان كده بتقدر تقوم بعمليه البناء الضوئي، وبالتالي هي ذاتيه التغذيه. المثال بتاعنا للطحالب الخضراء وحيده الخليه الكلاميدومينس، ده الكلاميدومينس وحيد الخليه، بيحتوي على بلاستيده خضراء كبيره فنجانيه الشكل. اما الطحلب السبايروجايرا فهو عديد الخلايا وبيحتوي على بلاستيده خضراء حلزونيه الشكل وخيوط طويله، عباره عن خيوط طويله مقسمه. الطحالب الخضراء هي اكثر رقيا من الحمراء والبنيه. النباتات، القسم الثاني في مملكه النبات، قسم النباتات اللاوعائيه، نون فاسكولار بلانتس. النباتات الوعائية مثال ليها شعبة الحزازيات، بريوفايتا. حزازيات بريوفايتا، وهي لأول مرة نرى كائن يخرج من الماء. يعني قبل كده كل الكائنات اللي درسناها كانت عايشة في المية، ده لأول مرة الحزازيات نجدها توجد على الأرض. يعني نباتات يمكن أن تعيش على الأرض، نباتات أرضية. تضم هذه النباتات شعبة لا تحتوي على أنسجة وعائية، نون فاسكولار يعني غير، لا يوجد بها نسيج الخشب ونسيج اللحاء. نون فاسكولار بلانتس، نباتات لا وعائية. وهي نباتات أرضية تحتاج إلى الرطوبة لكي تنمو وكي تتكاثر وتعيش بالأراضي الرطبة والأماكن الظليلة زي الآبار مثلا، جدران الآبار. وهي صغيرة الحجم، خضراء اللون، تحمل شعيرات للتثبيت تسمى أشباه جذور وليست جذورا حقيقية. ومنها المنبطح على الأرض مثل نبات الريشيا من الحزازيات المنبطحة، ومنها القائم مثل نبات الفيوناريا من الحزازيات القائمة. يعني ليه ما يشبه كده إيه الساق،
غير ساق حقيقية ولكنها تشبه الساق. ده نبات إيه؟ الفيوناريا. قائم، لأول مرة نشوف نبات كده إيه؟ قائم. وبينتهي بما يشبه الأوراق، بكتلة خضراء تشبه الأوراق. نبات الفيوناريا حزازي قائم، نبات الريشيا حزازي منبطح، كتلة خضراء موجودة على الأرض. نبات الريشيا. دي شعبة الحزازيات أو القسم الثاني في النبات. القسم الثالث في مملكة النبات وهي النباتات الوعائية أو vascular plants. شعبة المثال بتاعنا شعبة تريكيوفايتا أو النباتات الوعائية، الوعائيات. وسميت بهذا الاسم الاحتواء على أنسجة متخصصة لنقل الماء والأملاح وهو نسيج الخشب، وأنسجة أخرى لنقل المواد العضوية المتكونة من عملية البناء الضوئي وهو نسيج اللحاء. ولذلك يطلق عليها اسم النباتات إيه؟ الوعائية، vascular plants. وتقسم هذه الشعبة إلى عدة طوائف، ثلاث طوائف تحديدا. الطائفة الأولى السرخسيات أو ferns. طائفة السرخسيات مثل نبات الفجير أو السرخس ونبات كزبرة البئر. الفجير أو السرخس ونبات كزبرة البئر. ده نبات الفجير أو السرخس. يتكاثر بيتماس بوجود الجراثيم على السطح السفلي للأوراق ويتكاثر لا جنسيا بالجراثيم. وهي شجيرات صغيرة والقليل منها أشجار كبيرة. تعيش في المناطق الرطبة والظليلة وتكثر على جدران الآبار والوديان الرطبة الظليلة. لها سيقان وأوراق وجذور. ولأول مرة يظهر لنا هنا نبات حقيقي له ساق وجذر وأوراق. تتكاثر بالجراثيم ولذلك لا تكون أزهارا أو بذورا. والجراثيم توجد على السطح السفلي للأوراق. هذه الجراثيم لنبات السرخس أو الفجير. الطائفة الثانية وهي طائفة معرات البذور، معرات البذور أو المخروطيات، جيمنوسبيرم أو كونيفرز. نباتات كبيرة الحجم، أشجار عالية مثل شجر الصنوبر باينس، وتحمل مخاريط ولذلك لا تكون أزهار. البذور بتاعتها توجد في مخاريط، مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنثة. كتلة من البذور بدون ثمرة، ليس لها غلاف ثمري أو وأوراقها إبارية بسيطة الشكل، أوراق إبارية بسيطة الشكل مثل نبات الصنوبر. وسميت معرات البذور لأن البذور لا تتكون بداخل الثمار، لا يوجد ثمار، لا يوجد غلاف ثمري، ولكن كتلة تسمى مخاريط توجد فيها البذور. الطائفة الثانية طائفة النباتات مغطاة البذور أو أنجيوسبيرم flowering plants، النباتات الزهرية مغطاة البذور. يعني إيه؟ يعني البذرة متكونة داخل ثمرة، محاطة بالثمرة. البذرة محاطة، أدي البذرة محاطة بغلاف ثمري، كتلة لحمية تسمى الثمرة. وهي نباتات أرضية لها سقان وأوراق وجذور وتكون أزهار وتتحول وتحتوي على البذور بداخل الإيه؟ الثمار. تتحول إلى ثمار، الأزهار تتحول إلى ثمار ثم يتكون بداخلها البذور. تتكاثر جنسيا بهذه الأزهار والبذور. وتقسم إلى ذات الفلقة الواحدة مونوكوتوليدون وذات الفلقتين دايكوتوليدون. نباتات ذات الفلقة الواحدة مثل نبات الذرة والقمح، نباتات ذات الفلقتين مثل نبات القطن والفول والفاصوليا ذات الفلقتين. مقارنة بين نباتات ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتين، نجد أن البذور قسم واحد أو جزء واحد يسمى الفلقة الواحدة في ذات الفلقة مونوكوتوليدون. أما البذور في ذات الفلقتين تتكون من جزئين أو فلقتين زي نبات الفول وأيضا الترمس والفول السوداني ذات الفلقتين. يمكن قسم البذرة إلى قسمين،
الأوراق متوازية التعرق في ذات الفرقة الواحدة وهي طويلة، الأوراق مكثفة التعرق أو متشعبة التعرق مثل ذات الفرقتين، المحيطات الزهرية ثلاثة أو مضاعفاتها في ذات الفرقة الواحدة في ذات الفرقتين، عدد المحيطات الزهرية أربعة أو خمسة أو مضاعفاتها، الأنسجة الوعائية مبعثرة في نبات ذات الفرقة الواحدة. لو عملنا قطاع في الساق مثلا نلاقي الأنسجة الوعائية الخشب واللحاء مبعثر في داخل القطاع، أما في ذات الفرقتين نجد الخشب واللحاء مرتب بشكل دائري. الجذر في ذات الفرقة الواحدة جذر إيه؟ ليفي، وجذر في ذات الفرقتين جذر وتدي، يكون جذر واحد كبير. أما جذور الليفية ذات الفلقة الواحدة تكون غير ممتدة لمسافة كبيرة ولعمق كبير، ولكنها تمتد أفقيا وتتشعب. أما ذات الفلقتين فالجذر كبير ووتدي مثل نبات الجزر والفول والبسلة والبرتقال والقطن والورد. أما ذات الفلقة الواحدة مثل الذرة والبصل والصبار والموز والنخيل والزنبق. دي كانت مملكة النبات. نقدر الآن نتحرك ونروح لمملكة الحيوان Kingdom Animalia. هي أرقى الممالك على الإطلاق. الحيوانات هي أرقى الكائنات الحية، هي أرقى المخلوقات. وهي كائنات حقيقية النواة وعديدة الخلايا، لها القدرة على الحركة والتنقل من مكان لآخر، ولها القدرة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية في البيئة المحيطة، ومعظمها يتكاثر جنسيا. معظمها يتكاثر إيه؟ جنسيا. التكاثر الجنسي منتشر في مملكة الحيوان. نروح لمملكة الحيوان بالتفصيل ونشوف شعب مملكة الحيوان. شعب مملكة الحيوانات، قبل ما ندرس الشعب بنقول إن ممكن إننا ندرس تسع شعب، ولكن يمكن تقسيمها إلى فقاريات ولا فقاريات. حيوانات الفقارية، سب كينجدم فيرتبريتس، والحيوانات اللا فقارية سب كينجدم انفيرتبريتس. يبقى الانفيرتبريتس الحيوانات اللا فقارية، والفيرتبريتس الحيوانات الفقارية اللي ليها عمود فقري. شعبة المساميات هي أول شعب الانفيرتبريتس، فايلم بوريفرا أور سبونج. الإسفنجيات أو المساميات، الإسفنج من أمثلة هذه الشعبة. حيوان الإسفنج، وهو حيوان على الرغم أنه كتلة ثابتة في قاع البحار، ولكنه يعتبر حيوان وليس نبات. تصنف الإسفنجيات كحيوانات رغم أنها غير متحركة لكونها متعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية وليس لها جدر خلوية، وتضم القليل من الخلايا المتخصصة. يبقى على الرغم أنها غير متحركة وثابتة في قاع البحر ولكنها غير ذاتية التغذية، فلا يمكن اعتبارها نبات، وليس جدر لها جدر خلوية، ولذلك لا تعتبر نبات ولكنها تعتبر إيه؟ حيوانات. شعبة تانية أيضا لا فقريات، وهي شعبة اللاسعات نيديريا. نيديريا، فايلم نيديريا اللاسعات، حيوانات بحرية مائية تعيش في رادة أو في مستعمرات، لا يوجد لها رأس، والجسم يحتوي على تجويف يسمى التجويف الوعائي المعدي، والفم محاط بزوائد وامتدادات تسمى اللوامس أو تنتكلز. اللوامس أو تنتكلز مثال للموضوع ده. اللاسعات زي حيوان الهايدرا. حيوان الهايدرا كتلة كده ثابتة في قاع البحر، أو أحيانا تكون متحركة حركة بسيطة جدا، وله عدة زوائد تخرج من قمة الجسم
تسمى تنتكلز أو لاسعات، وتأخذ الفرائس مثل مثلا البراميسيوم عن طريق فتحة في قمة الجسم تسمى فتحة فموية، والتجويف وعائي معدي في داخل هذه الفتحة. خلايا الجسم تنتظم في طبقتين نسيجتين، تحتوي الخلايا الخارجية منها على خلايا لاسعة نيدوسايتس للدفاع عن النفس واصطياد الفرائس، ويزداد عدد هذه الخلايا اللاسعة على اللوامس أو التنتكلز. في خلايا لاسعة هنا للدفاع عن النفس واصطياد الفرائس، تساعدها في اصطياد إيه؟ الفرائس. من أمثلة شعبة اللاسعات أو نيديريا الهايدرا وقنديل البحر وشقائق النعمان. الهايدرا اللي باللون الأخضر دي الهايدرا اللي بتتكاثر بالتبرم زي ما درسنا في ثالثة إعدادي، وقنديل البحر اللي طبعا بيبقى لاسع جدا وبيأذي الجلد جدا لما الواحد بيتلسع بيه كأنه اتلسع بالكهرباء، وشقائق النعمان اللي هي السي أنيمون تبقى شكلها جميل جدا وألوانها زاهية جدا في قاع البحر. دي شعبة اللاسعات نيديري. شعبة التالتة أيضا من اللافقريات وهي شعبة الديدان المفلطحة فايلم لاتيهلمينسيس. لاتيهلمينسيس هذه الديدان مفلطحة عن الجسم، مفلطح مبطط أو مفلطح. ديدان ذات أجسام مفلطحة ولها رأس، لأول مرة نشوف حاجة زي الرأس تشبه الرأس. قمة الجسم تسمى رأس، مثل دودة البلاناريا ودودة البلهارزيا والدودة الشريطية. أجسامها مكونة من ثلاث طبقات ولها تماثل جانبي، يعني ممكن تقسمها لنصفين متساويين. لها تماثل جانبي يعني ممكن نقسمها لنصفين متساويين. يعني حبيت اقسم كده مثلا البلاناريا دي ممكن الاقي نصفين يكونوا متشابهين، النص ده متشابه للنص ده، نص على اليمين ونص على الشمال، ده اسمه التماثل الجانبي. معظمها طفيلي، الديدان المفلطحه معظمها طفيلي، مش بتتطفل على كائن واحد، لا ده ممكن تتطفل على كائنين، والقليل منها يعيش حر المعيشه. مستر ازاي يعني بتتطفل على كائنين؟ كائنين ازاي؟ يعني مثلا دوده البلهارزيا، لو خدنا مثال دوده البلهارزيا دي في دوره الحياه بتاعه دوده البلهارزيا بتعيش جزء من حياتها في داخل القواقع بتاعت المياه العذبه، قواقع او السنيلز بتعيش جزء من حياتها في داخل القواقع، تتكاثر في داخل القواقع في مياه العذبه زي الترع والانهار، وبعدين تخرج بعدد كبير جدا من هذه القواقع وتبحث عن الايه؟ الهوست، نيو هوست او عائل جديد وهو الانسان. وتخترق جلد الانسان وتبدا تطفل اخر وهو تطفل على الانسان. يبقى تطفلت بدايه على القواقع في المياه العذبه وتكاثرت فيها، ثم عندما ينزل الانسان الى الترع او الانهار تدخل في جسمه عن طريق اختراق الجلد وتتطفل على الانسان، وبالتالي تعتبر لها عائلين، بتتطفل على كائنين وليس كائن واحد. في دوره الحياه بتاعتها في دورتين للتطفل وليست دوره واحده. طب وهي بتسبب اضرار لما تدخل جسم الانسان؟ طبعا البلهارزيا بتسبب مرض تليف الكبد ومرض البليدنج او النزيف الدموي من الكبد، وبتؤدي للوفاه مثل وفاه اشهر مغني مصري بهذا المرض في فتره الخمسينات والستينات والسبعينات، وهو اشهر واحد كان حياته كلها الام بسبب هذه الدوده، دوده البلهارزيا. تفتكروا مين اشهر مغني في مصر في فتره الستينات والسبعينات؟ نعرف عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ سمعت عنه او شفت افلامه؟ سمعت عنه. عبد الحليم حافظ بتاع
وحياة قلبي وأفراحه، لما بننجح بنغني دايما وحياة قلبي وأفراح كده ليه؟ ايوه عرفت. أشهر أغنية للناجحين. عبد الحليم حافظ عاش حياة كلها معاناة بسبب دودة البلهارزيا سببت وفاته في النهاية في نهاية السبعينات، لكن عاش من آخر 30 سنة في عمره من الخمسينات لغاية السبعينات وهو بيعاني من هذا المرض ويتعالج منه، ولكن فشل العلاج معاه ومات في سن يعتبر صغير، حاجة و40 سنة. وحاليا في علاج للموضوع ده؟ آه طبعا دلوقتي الموضوع سهل جدا وعلاجه سهل جدا، لكن في الخمسينات والستينات كان الموضوع صعب. بس طبعا النصيحة طبعا تمام. عدم السباحة في المياه الملوثة، مهم جدا عدم السباحة في المياه الملوثة، الترع والحاجات دي خطرة جدا لدان البلهارزيا وممكن تسبب الدفتيريا والتيتانوس والأمراض خطيرة جدا. طيب يبقى تمام. بتتطفل أحيانا على كائنين وليس كائن واحد، وبعضها يعيش معيشة حرة مثل دودة البلاناريا، البلاناريا دي بتعيش عيشة حرة. طيب غالبيتها خناث، يعني إيه خناث؟ يعني ذكر وانثى كائن واحد، هو ذكر وانثى في نفس الوقت زي دوده الشريطيه مثلا او البلاناريا. اما البلهارزيا فهي وحيده الجنس، يعني الذكر لوحده والانثى لوحدها، الرفيعه دي الانثى والتخين ده الذكر، يعني ده ذكر وانثى مع بعض في نفس الوقت، الاثنين دول ده ذكر وانثى يحتضنوا بعضهم البعض كده وماشيين مع بعض باستمرار. يبقى غالبيتها خناث مثل البلاناريا والشريطية، قليل منها منفصل الجنس مثل البلهارزي. من أمثلة شعبة الديدان المفلطحة دودة البلاناريا ودودة البلهارزيا والديدان الشريطية. الديدان الشريطية ما زالت منتشرة الآن، ناس كتيرة بتعاني منها، طبعا بتسبب أنيميا لأنها بتتكاثر بتطول جدا، بتبقى طولها عدة أمتار في داخل الجهاز الهضمي الأمعاء، وبتملى الجهاز الهضمي الامعاء الغليظه والامعاء الدقيقه بتملاها الدوده الشريطيه دي، وبتتغذى على كل الغذاء المهضوم بتاع الانسان، خطيره جدا طبعا، بتيجي طبعا من تناول طعام ملوث. طيب شعبه الديدان الاسطوانيه او فايلم نيماتودا، فايلم نيماتودا الدوده الاسطوانيه زي دوده الاسكارس، وتنتقل ايضا دود الاسكاريس وهي متطفله على الانسان ايضا دود الاسكاريس، وتسبب ايضا الانيميا لانها بتنتقل مع الغذاء الملوث طعام اي طعام ملوث وتنزل في الجهاز الهضمي، تتكاثر في الجهاز الهضمي وتتغذى على الغذاء المهضوم بتاع الانسان. شكلها اسطواني الشكل ومدببه الطرفين، طرفين بتاع جسمها مدبب، طرف دوت مدبب والطرف الثاني ده مدبب، وهي اسطوانيه الشكل يعني تشبه دودة الأرض ولكنها غير مقسمة، دودة الأرض مقسمة لكن الدودة الأسطوانية غير مقسمة، جسمها غير مقسم، دودة الأرض جسمها مقسم كده أجزاء كده، لكن الدودة الأسطوانية الإسكارس جسمها إيه؟ غير مقسم. الدودة الأسطوانية مثل الإسكارس الجسم مدبب الطرفين وغير مقسم لقطع، وتتراوح حجمها من اجهاري الشكل الى طويل جدا يصل طولها الى متر. اجسامها مكونه من ثلاث طبقات وذات تماثل جانبي، يعني ممكن اقسمها نصين متساويين. لها قناه هضميه ذات فتحتين، فتحه فم وفتحه شرج. وحيده الجنس، يعني كل ذكر لوحده والانثى لوحدها. غير مثلا دودة البلاناريا ان هي خناس انثى وذكر هي كائن واحد. اما الاسطوانية فهي وحيدة الجنس. تعيش بجميع البيئات، بعضها حر المعيشة في الماء او الطين، والبعض الاخر يتطفل على الانسان والحيوان والنبات. ومن امثلتها ديدان الاسكارس وديدان الفلاريا اللي بتسبب مرض الفيل. ديدان الفلاريا بتسبب مرض الفيل، اللي هو بيتضخم الساق بتاع الإنسان، القدم بتاعته بتتضخم وبتنتفخ بشكل شديد جدا يشبه رجل الفيل، أهي ده مرض رجل الفيل أو الفيل، ديدان الفلاريا. طب مستر وإيه سببها يعني؟ موجودة دودة معينة بتدخل داخل الجسم مع الطعام الملوث، أنا فاهم يعني هي بتعمل إيه يعني عشان تخلي تتكاثر، الجسم بتتكاثر في داخل الأوعية الدموية وتسدد أوعية دموية والليمفاوية،
شرايين والاورده، بتدخل في شرايين الاورده وتتكاثر فيها وتبتدي تسدها، فيحصل الشكل دوت زي التورم الكبير اللي بيحصل في رجل الناس اللي عندها مرض السكر والعياذ بالله، نسال الله العافيه. تمام ماشي. تتكاثر في الاوعيه الدمويه والليمفاويه للانسان، وتنتقل عن طريق الحشرات اللاذغه بخاصه البعوض في حد الاصابه الشديده، اعداد كبيره من ديدان الفراريا تعوق مرور السوائل داخل الاوعيه المنفاويه وتسبب انتفاخ اجزاء الجسم المصابه بصوره هائله، كما نرى انتفاخ القدم هنا او ساق بتاعت احد المرضى بمرض الفيل اليفانتيسيس ديسيز. الشعبه الخامسه اللي هتبقى اخر شعبه معانا النهارده، وهنكمل بالشعبه السادسه المره القادمه، هنخلص الديدان النهارده كلها. شعبه الديدان الحلقيه اخر شعبه في الديدان، احنا اتكلمنا عن الديدان المفلطحه والديدان الاسطوانيه والان الديدان الحلقيه، فايلم انيليدا، فايلم انيليدا الديدان الحلقيه مثل دوده الارض ودوده الرمل. دوده الارض اكيد شفناها مره في حياتنا، نستخدمها كطعم لصيد الاسماك، ممكن تكون شفتها مره في حياتك يعني وانت بتلعب في الطين كده ولا حاجه وانت صغير، شفت دوده الارض، شفتها قبل كده، بتتباع للناس اللي بيصطادوا سمك عشان يعلقوها في السناره بتاعت السمكه ويصطادوا بيها السمك. ايوه ديدان الارض مقسمه، جسمها فرق بين الديدان الاسطوانيه ان جسمها مقسم الى اجزاء، اجزاء كده، الجسم مقسم الى ايه؟ اجزاء كده كتيره جدا. يعني هي لو مقسمه يعني هي تقدر حلقات، تقطع كانها يعني. حلقات، كانها حلقات كده، كانها تمام. كده حلقات، ايوه يعني كاني برسم حلقه كده، وبعدين حلقه تانيه كده، حلقه تالته كده، رابعه كده، وهكذا. هو الجسم بتاعها عامل كده، حلقات كده متتاليه. ده جسم الدودة إيه؟ الحلقية، اسمها عبارة عن حلقات متراصة بعضها فوق بعض. دودة الحلقية بهذا الشكل، زي دودة الأرض ودودة الرمل. طبعًا مخلوقات بسيطة جدًا في تركيبها. ديدان الأرض وديدان الرمل. تعيش في أنفاق في داخل التربة وتعمل على تهوية التربة، يعني مفيدة جدا للتربة الزراعية، وهي سيجمنتد يعني مقسمة، جسمها مقسم إلى حلقات. معظمها حرة المعيشة، تعيش في مياه البحار أو المياه العذبة أو التربة الطينية، والقليل منها متطفل مثل العلق الطبي. العلق الطبي بيتطفل على بعض الكائنات البحريه ويسب ويمتص الدم بتاعها. اجسامها مقسمه الى حلقات، والكثير منها يوجد اشواك مدفونه في الجلد وتساعدها هذه الاشواك على الحركه. بعضها وحيد الجنس والقليل منها خناس. يعني بعضها وحيد الجنس، يعني الانثى لوحدها والذكر لوحده. والقليل منها خناس، يعني الذكر والانثى في دوده واحده، هي ذكر وانثى في نفس الوقت. بنقف هنا وبنكمل إن شاء الله المرة القادمة شعبة المفصليات الأرجل، وبعد كده باقي شعب مملكة الحيوان. هنا مثال العلق الطبي من الديدان الحلقية. العلق الطبي ده بيستخدم أحيانا في العلاج، اللي هو الميديكال ليتش. الميديكال ليتش ده ساعات يستخدموه في، بيستخدموه كعلاج، يعني يمص الدم، يحطوه على الراس كده. شفت قبل كده، شفت فيديو له هو دكتور بيدخله في مريض، بيحطه على، بيدخلوه عشان يشيلوا الحاجات الملوثة او حاجة زي كده. نعم، وممكن يستخدم كعلاج بعض الناس، زي بالظبط عملية ال بيمتصوا بيه الدم، زي عملية اللي هي الحجامة، زي الحجامة كده. ايوه تمام. يحطوه على على الجبهة كده عشان يمتص الدم، عشان يقلل التوتر والصداع والامراض كتيره جدا. فهو يستخدم استخدامات طبيه، عشان كده يسمى العلق الطبي، لكن هو في الاصل بيتطفل على الاسماك ويمتص الدم بتاع الاسماك. بنوقف هنا ونكمل ان شاء الله شعبه مفصلات الارجل المره القادمه، لانها كبيره فيها كلام كتير. وشعبه الرخويات
7 والشعبة الثامنة شوكيات الجلد، والشعبة التاسعة والأخيرة وهي شعبة الحبليات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل جدا. ممكن إن شاء الله المرة القادمة تمام نخش في المنهج بإذن الله، ممكن الحصة القادمة تكون آخر حصة في المنهج بالنسبة للتصنيف، ونبدأ في مراجعة إن شاء الله منهج الترم الأول، ونبدأ بمراجعة الترم الثاني الأول، نحل بعض الأسئلة على الترم الثاني وبعدين نرجع مراجعة على الترم الأول. أنت فاكر الاختبارات إمتى ميعادها؟ هم بيقولوا